نحن اليوم الختامي لفعالية القلوب المبصرة. هذه الفعالية التي قامت بتنظيمها منظمة شفق مركز مكاني. فعالية القلوب المبصرة جاءت للأشخاص المكفوفين. حبينا من خلال هذه الفعالية أنه نلفت نظر العالم لهؤلاء الأشخاص وهي الفئة من الشباب اللي تم تهميشهم بسبب ظروف الحرب. أيضا هدفنا من خلال هذا النشاط لإعادة تمكين ودمج هؤلاء الشباب بالمجتمع. كرة الجرس أو كرة الهدف هي لعبة عالمية. أنا كنت ألعب قبل الثورة بهاللعبة، لاعب منتخب سوريا، شاركت بعدة بطولات دولية، لكن من بداية الثورة إلى الآن لم يقم أي نشاط يخص المكفوفين في مجال الرياضة. فكانت المبادرة من منظمة شفق بنت هذه الفكرة، اتدربنا لمدة 3 شهور. الآن اليوم كانت المباراة النهائية والحمد لله رب العالمين مكننا بالفوز بهالمباراة، وكانت الحمد لله روح المنافسة عالية والروح المعنوية للفريقين كانت جيدة. ضمن هذه الفعالية استطعنا بفضل الله عز وجل من 3 شهور لهلأ وبمساعدة مدرب مختص بالرياضات الخاصة تأهيل 12 كفيف للعبة كرة الهدف المعروفة دوليا. الصعوبات واجهتنا بموضوع تأقلم اللاعبين بجو اللعبي، بفضل الله عز وجل بعد 3 شهور صاروا متمكنين بشكل جيد من لعبة كرة الهدف.